لم تنقل عدسة هذه الكاميرا المتجولة في محافظة صنعاء كل الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار التي هطلت خلال اليومين السابقين. مآس إضافية للسكان، عائلات خرجت من دفء المنازل لأنها أصبحت دون مأوى جراء هذه السيول. لقد وصلت المياه إلى كل مكان، حتى إلى منزل هذه المرأة التي لا تمتلك غير أثاث بسيط. من كانوا داخل منازلهم أصبحوا خارجها، ومن كانوا خارج منازلهم فهم محاصرون، تمنعهم السيول من الوصول إليها. محاصرين بكل قوة، الماء دخل بيوتنا، غرق أدواتنا وغرق موادنا الغذائية، وأصبحنا لا نملك أي شيء، الأثاث، الملابس، الغذاء، كل شيء انتهى، والآن البيوت غارقة مي ومليانة مي. نناشد العالم، نناشد المنظمات، نناشد المنظمات الوطنية، نناشد أي شيء إنه يجي ينقذنا وينزع المي من بيوتنا ويفك لنا الشوارع. الأمطار الغزيرة التي وصلت كل مكان حولت مدينة صنعاء إلى بحيرة، وسط توقعات من المركز الوطني للأرصاد باستمرار حالة عدم استقرار الطقس في أغلب المحافظات. تضررت المنازل، أثاث بعضها طاف فوق هذه المخلفات وبعضه مطمور تحتها. يبحثون عن بعض الأشياء التي قد تفيدهم لهذا الحاضر الذي وجدوا أنفسهم واقعين فيه. المنازل ليست وحدها من تعيش آثار هذه الكارثة، الأسواق أيضا غمرتها المياه وغمرت كل ما يملكه التجار من بساطات ودكاكين صغيرة. جاءت مطر أول، بعدين جاءت سيلف وسحبت البساطة حقنا وتضررنا وبست ثمار الناس والملابس وجميع أنواع البساطات كاملة، فهذا من الدمار حق البساطة حقنا. كان معنا أنا بسطة فواكه وأنك بسطة ملابس داخلها يمكن 3 مليون، ولا رقينا منها أي شيء. السيارة والبضائع والتجارة الصغيرة، كل ذلك وسط السيول التي تغرق فيها صنعاء، المدينة الواقعة تحت الميليشيا والحرب والخائفة من الوباء.